النائب بيوجه سؤال برلماني للحكومة بشأن إهمال طريق القناطر الخيرية. كلمنا عن طريق المريوطية، دلوقتي في طريق القناطر الخيرية. النائب الدكتور فريد البياضي عضو مجلس النواب بيوجه سؤال لرئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بشأن الطرق المؤدية لمنطقة القناطر الخيرية، وقال إن الطريق اللي قدام حضراتكم ده واللي بيربط المناطق الخيرية ميدان السلام وطريق أبو الغيط والطريق الدائري وأبو الغيط ميدان السلام، الأهالي بيسموه طريق أبو الغيط، ورغم كده طريق متكسر وضيق مليان مطبات وحفر، ما عليهوش علامات إرشادية، ما عليهوش إنارة، السير عليه بيؤدي لمشاكل وحوادث. الكلام ده كان قبل 3 أيام، حد اتحرك؟ محدش اتحرك، وأيضا محدش هيتحرك لحد ما نصحى بكرة بعده بعد أسبوع على حادثة على طريق القناطر الخيرية زي الطريق اللي اتكلم عنه المواطن بقاله أكتر من 3 سنين وسايبينه لحد المواطن ما بيموت كل يوم. طيب نيجي بقى لحصاد مر على مدار سنة، هي العام 2021 بيعلن عنه النهاردة المركزي للإحصاء، بيقول لنا أن خلال السنة اللي فاتت فقط عندنا حوالي 51,511 حادثة، 51,511 حادثة، ده في 2021 فقط، ده بيان المركزي للإحصاء صباح اليوم حسب ما تم إعلانه على القنوات المصرية والصفحات والجرائد المصرية. 51,511 حادثة، ده قبل الحادثة بتاعت النهاردة، أو آسف ده الحوادث بتاعت السنة اللي فاتت. عدد الوفيات في هذه الحوادث بلغ 7,101، 7,101 حالة وفاة، أهو 7,101 حالة وفاة في حوادث الطرق خلال 2021. أما عن عدد الإصابات فكان 41,000 إصابة، 41,670 رجالة، و 9,331 ده كان الإناث. أنا آسف، عدد المصابين هو اللي كان 51,511 حالة إصابة. تخيل بقى لما يبقى عندك في العام اللي فات فقط حوالي 978 حادثة أدت إلى إصابة 51,000 مواطن و 7,100 مواطن، هل ده ينطبق على الترويج لإنجازات بتعملها الدولة؟ هل ده يقول فعلا إن احنا بلد بتدفع فلوس المواطن على حساب صحته وتموينه وتعليمه على الطرق والكباري؟ لا، خد التقيلة بقى، النهاردة بيقولك بعد إنجازات الطرق والكباري انخفاض إصابات حوادث الطرق بمعدل 9.3 خلال 2021. أهو إنجازات الطرق والكباري أدت لانخفاض إصابات حوادث الطرق بمعدل 9.3 خلال 2021. طب انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ عايز ايه اكتر من ان يبقى عندي 51,000 مواطن اصيبوا في سنة واحدة؟ عايز ايه اكتر من ان انا عندي 7,100 مواطن ماتوا في سنة واحدة؟ طبعا محافظة الدقهلية كالعادة بتتصدر الأعلى من حيث الحوادث، ومحافظة الأقصر هي الأقل بسبب قلة الكثافة السكانية في هذه المحافظات. أعتقد اللي بيحصل في البلد النهاردة يقول إن الأرقام اللي بنسمعها والإنجازات اللي بيقولوا عليها والتقدم في شبكة الطرق والكباري مجرد أوهام وكلام على ورق، اللي بيدفع الثمن هو المواطن اللي كل يوم معرض للموت أو الإصابة أو العجز أو يتخرب بيته أو يفقد عربيته، هو المواطن. طريق الدائري الأوسطي مثال، وحوادث بنفس الشكل بتتكرر كل كام يوم. ناخد فاصل ونرجع نشوف ماذا يحدث اليوم أيضا في منطقة أو في محافظة كفر الشيخ. وقبل ما نروح للفاصل معانا فيديو جراف بيكلمنا عن حوادث الطرق والمواصلات خلال الفترة اللي فاتت.